أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون، جدير بنا في شهر رجب المبارك ونحن في آخر أيامه قبل توديعه أن يكون الحديث منصبا حول حدث من أحداث سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع في شهر رجب الحرام قبل الهجرة النبوية الشريفة بسنوات قليلة. ذلكم الحدث هو حدث الإسراء والمعراج. الناس يتساءلون عن هذا اليوم، منهم من يتساءل عن حكم صيامه، ومنهم من ابتدع فيه أشياء كقيام ليله أو شيء من هذا القبيل. والحقيقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه حديث صحيح أو قريب من الصحيح في صيام 27 من شهر رجب، وإنما الذي صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو إلى صيام ما استطاع المسلم، خصوصا من هذه الأشهر الفاضلة كشهر رجب الحرام وشهر شعبان المقبل الذي يقع بين رجب ورمضان. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أكثر صياما منه في أي شهر من الشهور كما كان في شعبان، وكان بعده في شهر رجب يكثر من صيامه. رمضان طبعا هذا معروف أنه فرض صيامه، لكن في صيام التطوع فقد كان صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام شهر شعبان بحسب المستطاع، ويكثر أيضا من صيام شهر رجب دون تحديد اليوم 26 ولا 27. هذا من حيث قضية الصيام. أما فيما يتعلق بالأحداث التي حصلت في شهر رجب في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أعظم حدث وقع هو الإسراء والمعراج. أقف معكم في هذا الحدث من خلال محطتين اثنتين فقط أو ثلاث. المحطة الأولى هي ما الذي يرمز إليه شهر رجب أو حدث الإسراء والمعراج من حيث حياة الإنسان المسلم، أي ما الذي أستفيده شخصيا، وما الذي نستفيده جماعيا، وما الذي تستفيده الأمة عموما في شأنها الحضاري وفي تطلعها للمستقبل، ما الذي تستفيد منه؟ هذا الإسراء والمعراج إذا فهمنا المغزى منه يمكننا أن نستفيد منه كيف نعالج واقعنا الشخصي وواقعنا الجماعي أيضا وواقعنا باعتبارنا أمة من الأمم. هذا الحدث الذي وقع كان في الحقيقة محطة فاصلة بين مرحلة كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام يدعو فيها ويتلقى الضربات ويتلقى الإهانات ويتلقى الشتائم، وما ترك الناس أسلوبا من أساليب الإيذاء ومن أساليب الاستخفاف والاستهزاء إلا وسلكوه مع النبي عليه السلام. مرت به مصاعب جمة، وأراد الله عز وجل أن يعلن من شأنه ليقول له: إذا كنت تعاني من أهل الأرض بهذه الصورة فإن أهل السماء سيستقبلونك. استقبله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج كان كلما مر بسماء سلم عليه بعض الأنبياء في تلك السماء ويرحبون به ويعظمونه ويمجدونه. وكم من أناس على أرض الناس ما عرف الناس أقدارهم ولا عرفت البشرية مكانتهم، لكنهم عند الله عز وجل في عليين. وبالمقابل هنالك أناس على العكس من ذلك تماما، ربما رفعت أقدارهم في دنيا الناس، ربما جعلوا نجوما وأبطالا وذكروا في حياتهم وكرموا بعد مماتهم، ولكنهم عند الله لا يساوون شيئا، لأن منطق البشر تأخذه الأهواء. فربما رفعت البشرية أقدار أناس ما قدموا شيئا في ميزان الحضارة،
ولا قدموا شيئا في ميدان الثقافة، ولا أعطوا شيئا لأممهم في ميدان الصناعة، ولا في ميدان التكنولوجيا ولا غيرها. ولكن تعجب أن الناس رفعوا لهم الأقدار وجعلوهم في قمة لائحة العظماء، مع أنهم بكل المعايير لم يقدموا شيئا للبشرية. لكن أناس آخرون مضوا في تاريخ البشرية، أناس مصلحون، أناس قدموا عطاء فكريا وعطاء ثقافيا، وأنتجوا إنتاجات عظيمة في كل أو في مختلف مجالات الحياة. ولكن للأسف أحيانا تكون النتيجة أن يقتلوا أو أن يعدموا أو أن يمضوا حياتهم في غياهب السجون، لأن البشرية للأسف موازينها ليست منضبطة، وإنما فيها خلل، وخلل فظيع. لذلك كانت الحكمة والمغزى من قصة الإسراء والمعراج أن الله عز وجل يريد أن يرفع من مقدار هذا النبي العظيم، لأنه جاء مصلحا، لأنه قدم للبشرية الكثير، قام بثورة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قام بثورة حقيقية هادئة في مكة المكرمة، فغير أوضاعا مختلة، ساوى بين البشر، بين العبيد وبين الملاكين الذين كانوا يملكونهم. فجاء محمد عليه السلام لإعلان المساواة بين البشر، حرر المرأة وقد كانت تختزل في الشهوة، وكانت قبل ذلك تدفن حية، فحررها صلى الله عليه وسلم وأعلن أنها والرجل أمام الله عز وجل سواء، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه آية جاءت في سورة النحل، وسورة النحل مكية. كيف تقارع أناسا يحتقرون المرأة بآية تساوي بين الرجال والنساء في الأجر والثواب في مرحلة مكة، وعندما حرم الخمرة وحرم القمار، وقد كان أباطرة قريش يستفيدون منها. تخيل إذا أردت أن تعرف الجهد الذي بذله محمد صلى الله عليه وسلم، فاذهب اليوم إلى بعض أباطرة الخمور وبعض أباطرة الملاهي الكبرى ومعروفة أماكنها وأصحابها. تخيل أن تتحدث لهؤلاء في شأن تحريم الخمرة ومنعها من المجتمع، كيف سيواجهونك؟ كيف سيؤلبون عليك جماعة للضغط من هنا وهناك؟ هذا يكتب وهذا يرد وهذا يطعن وهذا يسفه. هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم، فجاءت الإسراء والمعراج لتقول لمحمد صلى الله عليه وسلم أنت غال عند الله عز وجل. وهذه الابتلاءات والامتحانات التي تمر بها هي شيء ضروري حتى يعلم الناس أن ما جئت به شيء غال، ليس شيئا تافها يمكن أن يمرر بسرعة، وإنما الأشياء الغالية، الأشياء الرصينة هي التي تختبر اختبارا عسيرا وتمتحن امتحانا شديدا. عندما تجد الطالب في الجامعة يتقدم ببحث لنيل شهادة من الشهادات، فتتفق اللجنة المشرفة على إمرار هذا الطالب، يمر لكنه ينجح بمقبول بعشرة أو بأحد عشر، وكأنهم أرادوا أن يمروه هكذا لم يعبأوا به. لكن عندما تجدهم يناقشون شخصا مناقشة علمية دقيقة لا يتركون صغيرة ولا كبيرة، فمعنى ذلك أن الرجل كان جادا في بحثه، وبعد أن يمحنوه ويمتحنوه يقولون بدرجة مشرف جدا وينصح بالطبع. بمعنى أن شدة الامتحان وشدة الابتلاء تدل على القيمة الكبيرة للشخص. أما عندما لا يمتحن الشخص أصلا أو يمرر هكذا سريعا، فمعنى ذلك أنهم يريدون أن يقولوا له لا قيمة له، لكن جرت العادة أنه ينجح. هكذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكأن الرسالة الربانية
في قصة الإسراء والمعراج هي أنك يا محمد عندنا غال، وأن هذه الامتحانات التي تمر بها إنما الغرض منها إبراز مواهبك وإبراز خصوصياتك وإبراز معدنك النفيس، أما شأنك فهو عند الله مرتفع. هذا أولا. وفي حياتنا يجب أن نستفيد من هذا الدرس. إياكم أيها الشباب، عندما تمرون بعقبات، عندما تجدون أمامكم منغصات أو مشاكل، احذروا أن تتخلوا، احذروا أن تتنازلوا، لا بد من الوصول. أنا أتحدث عن الوصول المعرفي. احذر، احذر أن تتنازل من أجل عقبة أمامك. بعض الشباب وقعت له مشكلة، تقع له مشكلة من المشاكل، يموت أبوه، أو ربما يعني لا يجد منحة، أو ربما يقع له مشكل من المشاكل فيتخلى عن الدراسة بشكل كلي. لا، لا تتخلى أبدا، وإنما حاول واجتهد وكن على يقين من قول الله عز وجل: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لن يغلب عسر يسرين، لأن الله تعالى قال: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فذكر العسر معرفا أي واحد، وذكر اليسر منكرا أي أنه كثير ومتنوع ومتعدد. لذلك درسك في الإسراء والمعراج الآن هو أن تعرف أن النهاية لا بد أن تكون مشرقة، ولكن بشرط أن تكون البداية محرقة. فمن لم تكن له بداية محرقة، أي من لم يتعب في بداية شبابه، لا ينتظر أن ينجح في نهايته، لا ينتظر أن يرتاح بقية عمره، وإنما من استمرأ الدعة والنوم في بداية الشباب فليعلم أنه سيتعب أخيرا عندما يتقاعد الناس وتأتيهم أجورهم المادية وهم نائمون في بيوتهم، بينما الذي كان متكاسلا في البداية تجده يكدح ويجتهد ويحاول لقمة العيش وهو في الستينات والسبعينات. لذلك من الأمثلة، من الأمثال الفرنسية الجميلة، يقولون: يضحك كثيرا من يضحك كثيرا. فكذلك أنت يمكنك أن تسعد أكثر إذا كنت ستسعد في آخر عمرك من خلال تضحيتك في شبابك. فلذلك تضحية الشباب مهمة. أم أنك كما قال المتنبي: تريدين لقيان المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. أي تريد أن تصل إلى المعالي بدون تعب، بدون جهد، بدون مشقة؟ لا، الناس لا يصلون إلى المعالي إلا بإحدى طريقين: بطريق الغشاشين، وقد يصلون ولكنهم يتعبون نفسيا، أو بطريق الجادين فيرتاحون نفسيا وماديا. أقولها لكم صريحة أيها الشباب، لأن بعض الشباب ماذا يقول؟ يقول: إن الناس وصلوا إلى مراتب عليا في التعليم وفي الطب وفي كثير من الوظائف، لكنهم دلسوا وزوروا وغشوا في الامتحانات ووصلوا. صحيح، يمكن أن يصلوا، يمكن أن تكون لديهم أجور سمينة، لكن الذي يخفى عليك أيها الشاب هو المعاناة النفسية التي يعيشها هذا الشخص، وإن كان لا يعبر عنها ولا يستطيع أن يعبر. كن على يقين أنه يعيش داء نفسيا عضالا في داخله، لأنه مرة بعد مرة يتحرك في نفسه ذلك الدافع الإيماني، الخلق الداخلي الوازع، فيقول له: أنت يا فلان غششت في البكالوريا، وغششت في الإجازة، وغششت في الماستر وفي الدكتوراه، وحصلت على شهادة لست مؤهلا لها، وكان في قسمك من هو أحق بها منك، لكنك أخذتها منه، فما حكم الأجرة التي تأخذها؟ كن على يقين أن هذا الضمير ليس مستترا، سيبرز. هو في لحظة الامتحانات مستتر، هذا الضمير يكون مستترا عندما تجتاز الامتحان، لكن كن على يقين أنك بعد أن توظف وبعد أن تبدأ في نيل أجرتك الشهرية
كن على يقين أن هذا الضمير لن يعود مستترا، وإنما سيصير بارزا أمامك، تارة متصلا بك وتارة منفصلا عنك، ولكنه بالتأكيد حاضر بارز. فلذلك الذي أرجوه لك أيها الشاب هو أن تكدح وأن تجتهد كما كان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء والمعراج، وأن تحاول الوصول وأن تتيقن من الوصول، وأن يكون شعارك ما قاله يوسف عليه السلام: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. كن على يقين من هذا: من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا الدرس الأول من الإسراء والمعراج. الدرس الثاني أيها الإخوة هو ما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم من عبادة. فريضة الصلاة فرضت من فوق سبع سماوات، ما فرضت في الأرض كما فرض الصيام والزكاة والحج وغيرها من العبادات. لكن فريضة الصلاة اختار الله عز وجل لها أن تفرض من فوق سبع سماوات. غريب أن تجد أمتنا اليوم تحرص على بعض العبادات، وجميل جدا أن نحرص على عبادة الصيام، ومن أخطر الأشياء عندنا أن نجد وكالي رمضان، من لا يحترم حرمة رمضان ويفطر رمضان، هذا يعتبر عندنا وفعلا هو شيء خطير جدا قبيح جدا. لكن المشكل، لماذا لا يقبح في أعيننا أيضا ترك الصلاة؟ لماذا نرى الشباب أمامنا تجدهم يحرصون على صيام رمضان وهذا شيء جيد، ولكنهم يفرطون في العبادة التي فرضت قبل رمضان وفرضت فوق رمضان من فوق سبع سماوات؟ فلذلك السؤال الآن في الإسراء والمعراج هو: كيف أنت والصلاة؟ كيف تؤدي عبادتك؟ كيف تعرج إلى ربك؟ تعرج روحك؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد عرج به إلى السماوات العلى جسديا، فأنت لك عروج يومي بروحك إلى السماوات العلى من خلال وقوفك بين يدي الله عز وجل لتؤدي صلاة الصبح في وقتها، ولتؤدي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، خمس صلوات في اليوم والليلة، تنظيف للنفس، طهرة للإنسان المؤمن. النبي عليه السلام يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، انتبهوا أيها الشباب، لو أن نهرا بباب أحدكم، وهذه صورة بديعة جدا، صورة يعني في قمة الرفاهية. تخيلوا إنسانا لديه قصر أو بيت يسكنه، وأمام بيته ساقية أو نهر جار يسبح فيه خمس مرات في اليوم. قال النبي عليه السلام: أرأيتم لو أن نهرا أي افترض، تخيل، تصور، لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه خمس مرات في اليوم، أترون يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله، كيف يبقى فيه وسخ وهو يغسل خمس مرات في اليوم؟ قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. أنت أيها الشاب إذا أردت أن تنجو من مهالك الحياة، إذا أردت أن تنجو من تحديات ومشكلات الحياة المعاصرة والإغراءات والخدع التي تجدها أمامك، عليك بصلاتك، إلزم صلاتك، لا تضيعها، لا تضيع صلاتك في أي وقت من الأوقات، لأنها تعطيك شحنة، شحنة إيمانية، شحنة ربانية، لتعلمك كيف تتعامل مع الحياة وكيف تتعامل مع مصاعبها. فأنت عندما تقول الله أكبر في كل صلاة فكأنما خلفت الدنيا كلها وراء ظهرك، ووقفت بين يدي ربك، وتذكرت أنك محاسب على كل أعمالك، ثم تخرج إلى العمل مرة أخرى، ثم بعد ساعات قليلة تعود مرة أخرى لتقف بين يدي ربك، وهنا تكون الصلاة قد أدت وظيفتها. لأن الله عز وجل قال لموسى عليه السلام: وأقم الصلاة لذكري، أي من أجل أن تتذكر، من أجل أن تكون دائما على اتصال. أنت تحب لشبكة جوالك هاتفك أن تكون دائما متصلة، حتى إذا فتحت برنامج من البرامج تجده مستعدا للاشتغال، لكن أنت أصلا غير دائم الاتصال بربك. دوام اتصالك بربك أن تكون دائما على علاقة به سبحانه، بحيث يراك خمس مرات في اليوم واقفا بين يديه. الدرس الثالث
الذي أردت الوقوف معه هو الإسراء بالضبط، كان في بيت المقدس في فلسطين. وللأسف الأحداث التي تقع للأمة الإسلامية هذه السنوات ألهت الأمة وشغلتها عن البؤرة الخطيرة الحقيقية، والتي لعلها هي سبب كل مشكلات العالم الإسلامي تقريبا، وهي مشكلة فلسطين. أسرى الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم كما قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكان بالإمكان أن يكون الإسراء أو أن يكون المعراج من مكة إلى السماوات العلى مباشرة، لكن لحكمة يعلمها الله عز وجل أسرى به إلى بيت المقدس في فلسطين. أين هي فلسطين من اهتمامات الأمة المسلمة اليوم؟ أين هي القدس؟ قبل زمان كنا نتحدث قبل سنوات يسيرة عن قضية فلسطين التي صارت خبرا من الأخبار نشاهده يوميا. اليوم ما عدنا نشاهد حتى الخبر، حتى الخبر ما عاد يشاهد. كيف يعاني الفلسطينيون؟ كيف تعاني المقدسات؟ كيف هي أحوال بيت المقدس؟ كيف هي أحوال المسجد الأقصى والمساجد المجاورة؟ ما وصلت الحفريات تحت المسجد الأقصى؟ كيف يعيش السجناء وهم أكثر من 10,000 مسلم فلسطيني يعيشون التعذيب والتنكيل في سجون الصهاينة؟ كيف يعيش الذين هم في السجن الكبير؟ لأن فلسطين اليوم سجنان، سجن داخلي تحت حراسة الصهاينة مغلق ومغلق الأبواب، وسجن كبير هو كل فلسطين الآن، كلها عبارة عن سجن كبير. الذين في غزة في سجن، إذا كان الرجل أو المرأة محاصرا من المسلمين ومن اليهود ولا يستطيع أن يخرج حتى للعلاج، أليس في سجن؟ إذا كان الرجل مهددا في بيته، والله صريحة هذا اليوم شاهدت خبرا في فلسطين، يأتي الرجل، انظروا إلى الاحتقار، انظروا إلى الإهانة والإذلال، والأمة الإسلامية لا تحرك ساكنا. الرجل يجمع الدراهم، الدرهم بعد الدرهم، إلى أن يجمع بضعة ملايين ويأتي إلى أرضه، أرض أجداده وأرض آبائه من زمان غير متنازع عليها، ويذهب إلى البلدية اليهودية من أجل أن يحصل على رخصة بناء، فلا يسمح له بالرخصة، ممنوع وبدون إبداء أسباب. اليهود يمكنهم أن يأتوا من كل أصقاع العالم، يأتي اليهودي من أوروبا ومن أمريكا وبيته جاهز قبل أن يأتي إلى فلسطين. انظروا إلى المنطق الأعوج، انظروا إلى العدالة الدولية، ما يسمى بالعدالة الدولية. إنسان يهودي ليكن في شرق البلاد أو في غربها في كل الكرة الأرضية يأتي إلى فلسطين، وقبل أن يأتي بنيت له شقة، وأي شقة؟ وفي أي أرض؟ في أرض الفلسطينيين في المستوطنات، وكل فلسطيني الفلسطينيين على كل حال. لكن الفلسطيني أبا عن جد يريد أن يبني بيتا، يريد أن يتزوج لينشئ أسرة، فيجتهد ويكدح ولا يسمح له بالبناء، ثم يغامر فيأتي ويبني البيت ويزينه ويجمله، لكنه كما قال هذا الفلسطيني، قال: في كل لحظة ننتظر أن تأتي الجرافة لتهدم هذا البيت، مع أنه ما بناه من حرام، بناه بعرق جبينه وجبين أولاده، يستر فيه 10 أو 20 من الأنفس. أي ظلم هذا؟ أي قهر هذا؟ كيف تريد لهذا الفلسطيني أن يعيش؟ أليس باطن الأرض أفضل من ظاهرها لهذا؟ تخيل لو كنت مكانه، تخيل لو بنيت بيتا ب100 درهم وأتى ظالم ليهدمه، ماذا كنت تفعل؟ والله لقد أوتي هؤلاء الفلسطينيون صبر أيوب. نسأل الله تعالى أن يثبتهم، نسأل الله تعالى أن يكون لهم عونا وأن يكون لهم ناصرا، وأن يعيد لهذه الأمة شيئا من حركيتها وشيئا
من إيمانها وإسلامها حتى تقف مع هؤلاء الفلسطينيين، مع مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع بيت المقدس الذي من حقه على كل مسلم أن يدعمه وأن ينصره. وقد قال الله عز وجل: وسوف تسألون، سوف تسأل الأمة الإسلامية كلها ماذا فعلت. كان حتى الخطباء كانوا في شهر رجب يتحدثون عن الإسراء والمعراج ويذكرون بهذه القضايا، وكان التلفزيون يفعل ذلك مرة على الأقل في العام، يذكر الناس بشيء عن الإسراء والمعراج ويلامس قضية المسجد الأقصى وفلسطين، لكن هذه الأشياء للأسف وكأنها بفعل فاعل ما عادت تعقد، حتى الندوات والمحاضرات حول قضية فلسطين، وكأن المقصد هنا هو أن تنسى، خصوصا للأجيال المقبلة أن لا يذكروا شيئا اسمه فلسطين حتى تنسى من الذاكرة تماما، ويعتبر الأمر كما قال بعض الناس من هنا وهناك، قال إن قضية فلسطين هي قضية فلسطينية ما شأننا نحن بها. لا يا سيدي، لا، قضية فلسطين هي قضية كل مسلم، قضية كل مسلم، لأنها إذا كنت أنت لا تؤمن بالقرآن فنحن نؤمن بالقرآن وهي آية عندنا، إذا كنت لا تؤمن بالرسول فنحن نؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، وبيت المقدس حديث عندنا، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا أي المدينة، المسجد النبوي، والمسجد الأقصى في فلسطين. فكل مسلم في رقبته وفي عنقه حق من المسجد الأقصى. فأسأل الله تعالى أن يفك أسره وأن يفك أسر كل بلاد الإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا أيها الإخوة، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، رحمته المهداة ونعمته المسداة وسراجه المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة، هذه إذن أيام فاضلات من هذا الشهر المبارك الحرام، يجتهد المسلم فيها في الطاعات، ويجتهد فيها في عمل الخير وفي عمل البر وفي كل الأعمال. أسأل الله تعالى في هذه اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة، ولعلها ساعة إجابة، أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام ويعز المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم رد بالمسلمين إلى دينك ردا جميلا، حكاما ومحكومين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجمع صفوف المسلمين في كل مكان، اللهم وحد كلمتهم، اللهم اجمع صفهم، اللهم اجعلهم يدا واحدة بكلمة التوحيد وتوحيد الكلمة لعمل الخير وخير العمل، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وحد صفوف إخوتنا في فلسطين، اللهم اجمع صفهم وكلمتهم حتى يحرروا بمعونة المسلمين جميعا المسجد الأقصى المبارك وكل فلسطين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارزق شبابنا النجاح، اللهم وفقهم في دروسهم، اللهم ذكرهم بامتحاناتهم، اللهم علمهم ما ينفعهم وانفعهم بما تعلمهم، وزدهم علما وإيمانا. بعض الإخوة يرجون منكم الدعاء لهم بقضاء الحاجات وشفاء الأمراض، اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وفق اللهم أمير المؤمنين محمد السادس لما تحبه وترضاه، ألي الحق حقا وارزقه اتباعه، وأله الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، هيئ له اللهم بطانة صالحة تعينه لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه خير الدين والدنيا والآخرة، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، خصوصا الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.